قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. ما حكم تعليق الصورة الشخصية على الحائط؟ الأولى ألا تفعل ذلك، اترك ذلك أخي الكريم، الأولى ألا تفعل ذلك، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. وقد أجاز علماؤنا الصورة الشخصية للضرورة، للبسبور، للبطاقة الشخصية، للرخصة، لأي أوراق رسمية أنت مضطر إليها أو محتاج إليها، فيما عدا ذلك فلا. وتعليق الصور فيه فتنة كبيرة جدا والله. عم الشيخ وإحنا بنعبد الصور ده من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع. طب أنا هقول لحضرتك، تقدر تيجي عندي بيتي أو أقدر أجي بيتك أو تسمح لأي أخ جاي لك البيت وإنت حضرتك معلق صورة للوالد أو صورة للزوجة، وتبقى مصيبة كبيرة بقى لما تكون صورتك مع زوجتك في ليلة الزفاف وزوجتك في أبهى حلة وأجمل زينة وحضرتك واقف جنبها كده وحاططها في الصالون، اللي ما يشتري يتفرج. إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده يا أخي؟ سبحان الله، والله العظيم هذا لا يجوز. طب تقدر حضرتك واحد يدخل صاحب ليك يجي على الصورة دي او على صورة والدك اللي معلقة اللي انت حاططها في البرواز دي ويقوم شايل الصورة؟ ايه ده، حرام منكر، وام كسر الصورة ومكسر الازاز ومقطع، والله ما هتسيبه يطلع من البيت ابدا. فانا انصح اخواني بعدم الغلو، واسأل الله ان يرزقنا اياكم الاتباع وان يردنا اياكم الى الحق ردا جميلا، انه ولي ذلك والقادر عليه.